السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها المشاهدون الكرام، وأنتم تتابعون حقائق في دقائق عبر قناة سعودي 24. أذهب بكم مباشرة إلى أبرز ما جاء في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شبكة سي بي إس الأمريكية وفي برنامج 60 دقيقة حصريا. لا يزال الحديث مستمرا من خلال التغطية ومن خلال التعليق ومن خلال الحديث والتحليل لكلمات الأمير محمد بن سلمان التي انطلقت من خلال هذا البث الذي أذاعته هذه الشبكة الأمريكية المعروفة وذائعة الصيت. الأمير محمد بن سلمان بحكم كونه قائد عربي إسلامي عالمي معروف ينتظر المتابعون وينتظر الرأي العام دائما تصريحاته وإطلالاته القليلة التي تعكس مواقف المملكة العربية السعودية كدولة كبيرة تقود العالم العربي وتقود العالم الإسلامي وتشكل نقطة ارتكاز واضحة لكافة القرارات الدولية في هذه المنطقة أو في غيرها. ولهذا أيها السادة، ليس غريبا أو عجيبا أن يتلقف المتابعون أي كلمة من أي مسؤول سعودي، فكيف إذا كان هذا المسؤول السعودي هو الرجل الثاني بالدولة وهو ولي العهد وهو المعني برسم السياسات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية في بلد عظيم كالسعودية، وفي ظرف يستحق أن نتوقف عنده كثيرا، ظرف مرتبط بتطورات لها علاقة بالميليشيات الإيرانية وبدعمها المباشر من نظام الملال في طهران، ظرف مرتبط باستهداف إمدادات الطاقة العالمية وبالاعتداء على المملكة العربية السعودية. حديث الأمير محمد بن سلمان وصف من قبل البعض بأنه حوار الحاضر والمستقبل، بأنه حوار الساعة وبأنه حوار القرن الذي استفاد منه الكثيرون والذي تابعه عشرات بل مئات الملايين خلال اللحظات أو الدقائق التي بث بها اللقاء في كل أنحاء العالم. الحقيقة الأولى أيها السادة الكرام مرتبطة بالإيجابية التي يتمتع بها سمو ولي العهد السعودي. نعم، إنها الإيجابية التي تتملكه كقائد شاب وقائد ذو رؤية استراتيجية عميقة لكافة المجالات في مختلف الأصعدة. كلماته بأنه يجب أن يكون متفائلا وبأنه ليس متشائم وبأنه يمتلك مهمة قائمة على أن يصل الليل بالنهار لخدمة المواطنين والشعب السعودي. الحقيقة هذه عين الصراحة، والصراحة كما يقال بالعامية راح. الأمير محمد بن سلمان رجل مباشر، رجل يمتلك أن يقول كلمات بسيطة ذات معاني عميقة. التفاؤل من صفة القائد الحكيم، من صفة القائد المدرك لمآلات الأمور، ولذلك طبيعة ما تفضل به ولي العهد السعودي في هذا اللقاء وفي هذه التصريحات وفي هذا الحوار تعكس إيجابية بظرف ربما يكون أحياناً سلبي، ربما يكون له علاقة بضغط العمل، ربما يكون له علاقة بضغوطات مرتبطة بتطورات المشهد أو حتى بأزمات ليس لها يعني ارتباط مباشر بالمملكة العربية السعودية أحياناً، ولكن الأمير محمد بن سلمان متفائل، وهذا هو ديدن الشباب وهذا هو الحكم العام للنظرة التي يسير من خلالها ولي العهد السعودي. ولذلك كان يفاجئ محاورته الأمريكية بهذه الأجوبة التي ليست يعني بوارد أن تخطر على بال المحاورة أو المتابعين أو حتى المتلقي الغربي أحيانا، لأن القائد العربي الذي يعكس صورته الأمير محمد بن سلمان وقائد يتطلع إلى المستقبل، قائد يريد النجاح، قائد يسعى إلى الأفضل، وهذا هو حال المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان وفي ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان. هذا التفصيل المرتبط بأداء سمو ولي العهد بطبيعته انتقل إلى ملف حساس لطالما زايد من خلاله وعبر عام كامل كل أعداء المملكة العربية السعودية سواء كانوا في الغرب أو في الشرق، قضية
المواطن الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله، أجاب الأمير محمد بن سلمان بكل وضوح بأنه كل الذين تورطوا في هذه الجريمة سيقدمون إلى العدالة وسيلقون جزاءهم مهما كانت رتبهم. أيضا ذكر الأمير محمد بن سلمان بأنه هذه الجريمة قبل أن تكون مأساة للبعض هي مأساة وألم وحزن للحكومة السعودية، لأن الذين قاموا بهذه العملية هم أفراد من يعني التابعين لأجهزة الدولة السعودية وخالفوا الأوامر التي أعطيت لهم، ولهذا ألحقوا ضررا بسمعة المؤسسة السعودية في بعض الأوساط، وتلقف هذا الأمر أعداء المملكة الذين يزايدون حتى اليوم وينقلون أخبار كاذبة حول هذه الجريمة المأساوية التي يدينها كل عاقل والتي يرفضها الأمير محمد بن سلمان، ويذكر العالم بأنها لن تتكرر مستقبلا، وهذا ما يريد الأمير محمد بن سلمان أن يوصله بأنه مشرف بشكل مباشر على تصحيح الأخطاء وعلى تصحيح كل هذه المسارات غير الصحيحة التي ربما تضر بسمعة السعودية والسعوديين. كان الأمير محمد بن سلمان في هذا الإطار الداخلي الدولي واضحا وشفافا، إلى درجة أنه فاجأ مجددا محاورته ومتابعيه سواء كانوا محبين أو منتقدين بأنه ليس لديه أي خط أحمر في أن يجيب على أي قضية مرتبطة بالسعودية، وهو يستطيع أن يحاسب كل الذين قاموا بها من خلال قضاء عادل وتحقيقات مستمرة. شرح الأمير محمد بن سلمان بأنها ستصل إلى بر الحقيقة في نهاية المطاف. الحقيقة الثانية أيها السادة والمرتبطة بشأن من المؤكد أنكم تابعتموه وتعرفوه، وهو الهجوم الإرهابي والعدوان الإيراني على منشأتي أرامكو شرقي المملكة العربية السعودية. أعاد الأمير محمد بن سلمان وذكر بأن ما قامت به إيران هو غباء وهو اعتداء على إمدادات الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه إعلان حرب على العالم قبل أن يكون على المملكة العربية السعودية. وذكر الأمير محمد بن سلمان ذكر العالم بمسؤولياته بأنه إذا لم يكن هناك رد جماعي وردع استراتيجي لإيران فستستمر بالتصعيد وبأذية دول العالم والمنطقة. وذكر الأمير محمد بن سلمان بأنه يتوق إلى الحل السياسي ويتمنى ألا يتخذ الخيار العسكري في التعامل مع إيران. إيران التي أعاد الأمير محمد بن سلمان وقال بأن على قادتها أن يغيروا سلوكهم وأن يغيروا نهجهم، وبأنهم متورطون بالإرهاب الذي يضر بهم قبل غيرهم، وبأن هذه المنطقة منطقة الخليج العربي التي لها صلات ويعني شبكات كبيرة في هذا العالم من خلال إمدادات الطاقة، من خلال التجارة، من خلال استراتيجية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغير ذلك، ذكر الأمير محمد بن سلمان بأن هذه المنطقة إذا تضررت لا قدر الله لن تتضرر وحدها، بل العالم كله سيشمله هذا الضرر لأنه مرتبط بمنطقة الخليج العربي ودوله. وقال الأمير محمد بن سلمان بأن الأزمة اليمنية لو تخلصت من دعم إيران للميليشيات الحوثية الإنقلابية الإرهابية لكان الحل فيها أسرع وكان الحل فيها ناجزا بشكل لا يتوقعه الآخرون. وهذا بصراحة هو عين الواقع، هذه إشارات الأمير محمد بن سلمان هي طبيعة الموقف الذي يعكسه ويعترف به العقلاء، ولذلك هو يصف الدواء لهذا الداء الإيراني المستشري في الجسد العربي وفي الجسد العالمي. الأمير محمد بن سلمان ذكر بأن المملكة العربية السعودية دولة تسعى إلى الحوار وتنشد السلام، ولكنها بنفس الوقت دولة قادرة على أن تدافع عن نفسها وعن حلفائها عند اللزوم، وهذا هو الموقف الحكيم لرجل الدولة الاستثنائي من خلال ما عكسه الأمير محمد بن سلمان في حواره المهم وفي حواره المباشر مع التلفزة الأمريكية. حوار سيستمر الحديث عنه ربما لأيام وأيام لأن فيه الكثير من الجديد المفيد للمحبين وللمتابعين. وذكر الأمير محمد بن سلمان وأكد على أن الذين يريدون أن يعرفوا ما يجري في المملكة العربية السعودية ويحكموا على شعبها وقيادتها فليأتوا
ويزوروها ويطلعوا ويسألوا مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وبالتالي يبتعدوا عن الأخبار الزائفة والكاذبة التي يروجها الأعداء لضرر السعودية والسعوديين. في نهاية المطاف كان الحديث مباشرا راقيا رائعا وأجوبته عميقة وصريحة، والإيجابية الكبيرة التي حملها حوار الأمير محمد بن سلمان مع سي بي إس ومع 60 دقيقة كانت إيجابية مطلقة، لدرجة أننا وجدنا إجابات على كثير من الأسئلة التي في أذهاننا أو ليست في أذهاننا. في الختام شكرا جزيلا لمتابعتكم، وعزاؤنا يتجدد عبر سعودي 24 لكل محبي وللشعب السعودي وللملك سلمان ولولي العهد باستشهاد اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الذي حزنا عليه حزنا شديدا، رحمه الله ورحم الله شهداء الحد الجنوبي وشهداء المملكة العربية السعودية الذين يدافعون عن أرض الحرمين، عن راية لا إله إلا الله، عن المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.